نادي اتحاد جده اعلن منذ لحظات التعاقد رسميا مع النجم الفرنسي الكبير انجولو كانتي بشكل رسمي. فرقه جامده جدا يعني، يا بخت حجازي ويا بخت طارق حامد كمان لو كمل مع الفريق بهذه الفرقه القويه جدا جدا في الموسم اللي جاي. كانتي وبنزيما في اتحاد جده مع احمد حجازي وطارق حامد حتى هذه اللحظه.